خلينا نبدأ أخبارنا معاكم النهاردة بخبر فني، وهو أنه لليوم التالي على التوالي واصل مهرجان الطبول الدولي والفنون التراثية فعالياته، واللي من المقرر أنه يستمر لمدة أسبوع، وده بمشاركة فنانين من عدد كبير من الدول زي اليونان، المكسيك، الهند، الجزائر، جنوب السودان وفلسطين، بالإضافة إلى مصر طبعا. طبعا معروف أن المهرجان بيقام بشكل سنوي وبيعبر عن ثقافات الدول المختلفة من خلال تراثها الشعبي، وبيتم إقامته في أماكن متنوعة، وهي مسرح السور الشمالي بجوار بوابة النصر، وساحة الهناجر بالأوبرا، والحديقة الثقافية بالحوض المرصود، ومركز الطفل للحضارة والإبداع في متحف الطفل بمصر الجديدة، وبيت السناري بالسيدة زينب. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان ومواعيد الفعاليات وأماكنها من ضيفنا على الهاتف الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان الطبول والفنون التراثية. صباح الورد عليك يا فندم. صباح الجمال والإبداع. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. خلينا في البداية كده نعرف تفاصيل أكتر عن المهرجان وعن مواعيد الفعاليات وعن أماكنها. هو طبعا المهرجان، الحمد لله، المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية أصبح له مكانة حقيقة دولية، وله مكانة أيضا جماهيرية كبيرة جدا جدا لدى الجمهور المصري. السنة دي 10 سنوات، 10 سنوات الحقيقة من الإبداع والتحدي والإصرار على التألق. يعني رغم الركود الاقتصادي على جميع مستوى العالم، لان الحقيقه وزيره الثقافه دكتوره نجين الكيلاني كانت حقيقه متحمسه جدا لهذا المهرجان، وقدرنا من خلال هذه الظروف ان احنا نجيب فرق من عده دول على مستوى العالم. طب ابرز الفرق المشاركه يا فندم هتكون ايه؟ يعني احنا عندنا اليونان، وعندنا الهند، وعندنا بنجلاديش، وعندنا سريلانكا، وعندنا اندونيسيا، وعندنا الجزائر، وعندنا جنوب السودان، وعندنا اليمن، وعندنا فلسطين، بالإضافة إلى مصر. ده كمان يعني بخلاف يعني المكرمين اللي جايين من أذربيجان والصين واليابان ومالي، برضو بالإضافة إلى مصر. وبالإضافة إلى الفرق المستقلة والفنية على مستوى جمهورية مصر العربية في الأقاليم، ولأول مرة مشاركة فرق مكتبة مصر العامة، يعني العدد الإجمالي، وده عدد كبير جدا، 33 فرقة من مختلف ثقافات العالم. طب تواجد الثقافات المختلفة، يعني بما انه في فرق كتير مختلفة من بلاد كتير قوي مختلفة على ارض مصر، بيمثل ايه بالظبط يا فندم؟ بيمثل يعني حاجات كبيرة جدا. اولا بيمثل احتضان مصر لكل هذه الثقافات من خلال مهرجان يضم كل هذه الثقافات المختلفة. ثانيا بيؤكد على حضرتك معايا بين شعوب العالم، والتأكيد على هذا التواصل الإنساني، وإبراز كل ثقافة على مستوى العالم ثقافتهم التراثية على أرض مصر. وأيضا من خلال الورشة الدولية أو الورش الدولية الحقيقة اللي أنا بقدمها في الافتتاح والختام على مستوى جميع الفرق، يعني حوالي على المسرح بيتواجد حوالي 200-250 واحد بآلاتهم المختلفة وملابسهم المختلفة، في منظومة وحوار فني بتؤكد فعلا على هذا العزف الكوني الجميل، وعلى التلاحم والتوحد في لحظة إبداعية خاصة ليصبح الوطن في هذه اللحظة هو الوطن، والوطن هو الإنسان. عظيم جدا. خلينا نتكلم كمان أكتر عن تفاعل الناس اللي بيكونوا حاضرين. تفاعل الناس شكله إيه، والناس بتكون يعني حاسة بإيه؟ والله عاوز أقول لك الحمد لله رب العالمين، يعني الجماهير الحبيبة، لأنه المهرجان دلوقتي أصبح ملك الجماهير المصرية. أكيد. يعني هم الحقيقة بيستنوه كل سنة، وهم اللي بيعملوا دعاية
وعاملين جروبات كتيره جدا للمهرجان. يعني شوف المنظر الجميل لما تلاقي اسر، يعني اطفال شباب كبار كلهم بييجوا يحضروا، معاهم كمان اعلامهم. يعني الحقيقه شيء جميل جدا، ومش بس كده، على جميع المواقع اللي احنا شغالين فيها. لسه امبارح الحمد لله جالي التقرير والاحصائيات في الاماكن، منها مثلا على سبيل المثال مسرح سور الشمالي، العدد اكثر من 3000. عظيم جدا. تحت الهناج الاوبرا عدد رهيب. الحديقه الثقافيه بالحوض المفروض عدد كثير جدا. ايضا مركز الطفل للحضاره والابداع، احنا كل سنه بنعمل عرض خاص لاطفال مصر كلهم بيتجمعوا في مركز الطفل والحضاره والابداع. عاوز اقول لك مشهود من الاطفال جايين وبيشاركوا بالغناء مع كل هذه الفرق المختلفه. عظيم جدا. في بيت السيناري بالسيده زينب. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس مهرجان الطبول والفنون التراثية.